اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. ويوا 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 يا ابني شايل شويه، الراجل هيموت بسرعه من عربيه الاسعاف. ويوا 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 دي اقصى سرعه عندي، انا بجري بسرعه. انا بجري، حاسب العربيه، حاسب حاسب، لا 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 مش واخد بالي، حاسب بقولك طاخ. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، دي شكلها حادثه جامده جدا. انت كويس؟ انا كويس. وانت كويسه؟ انا كويسه. يا ساتر دي كانت حادثه جامده قوي، احنا اتقلمنا، مش قادره اصدق. عربيه الاسعاف اتدلقت كده على جنبها. يا ساتر، لسه بنتكلم بسرعه الساندرو لهم الى مركز القياده، الى مركز القياده، حول حول. ايوه عايزين اي طياره او هليكوبتر تيجي تنقذنا، عشان عربيه الاسعاف ودلعنا على الطريق، في عربيه حمراء خبطتنا. اوف يا ساتر، انا مش قادره اصدق ان احنا عملنا حادثه جامده قوي كده. انت كويس يا اخينا؟ انت اللي خبطتنا، انت كويس؟ ايوه انا كويس، انا بس شكلي متعور شويه. ما تقلقش، عربيه الطياره دلوقتي تيجي تنقذنا، وهنشوف انت ايه نظامك، احتمال كبير ما نعبركش. يا ساتر يا رب يا ساتر، دي كانت حادثه جامده جدا جدا جدا. المهم ان انتوا كويسين، الراجل كان رافض ان احنا نروح ننقذه بقى دلوقتي، ده شكله اتبهدل خالص. لا لا ما تقلقش يا ست، ان شاء الله هيقوم بالسلامه وكده. انا اول مره اشوف عربيه اسعاف هي اللي محتاجه ان هي تتنقذ. الحمد لله المطافي جت اهي، قصدي الطياره الهليكوبتر. تعالوا بقى نركب، الحقونا ده احنا اتبهدلنا خالص. اول مره اشوف عربيه اسعاف يجي لها ناس يكونوا ينقذوها. اتمنى اصحابي يكون الفيديو فظيعه عجبكم، بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.